اللي نسمعه ونقرأه أرقام مهولة. إذا تحدثنا عن المشردين بالعراق، آخر إحصائية منظمة الهجرة الدولية تقول عندنا 170 ألف مشرد. هذا رقم حقيقي؟ الحقيقة يعني هذا رقم مبالغ به، إلا إذا اللهم جمعوا كل أنواع تحديداً المشردين. ما لا، المشردين يعني 170 ألف، يعني هذا رقم كلش كبير. يعني أنت لو تتصور الرقم مو سهل. يعني هسا أنت يمكن لا تمشي بشوارع بغداد، أكو الناس بالنهار تتوقع كل هذول مشردين، هم هذول أغلبهم يرجعون. قلت لك أنت برأيك، العفو، برأيك إذا ذوق تحديداً بالرقم، برأيك إيش قد الرقم، رقم المشردين؟ أنت مختص، كن الوحيد بهذا الملف. يعني تقريبي، رقم تقريبي قد يكون يعني يتراوح ما بين 750 الى 100,000 وربع. بكل 1250 بكل العراق. زين ليش انطونا هذا الرقم 170,000؟ وقلت لك يا اما هم حاسبين كل الاطفال الموجودين بالشارع، يا اما يعني هي الاحصائيه شنو، انه انت لازم انا اسوي احصائيه على الناس اللي تبات بالشارع، مو الناس اللي تتواجد بالشارع، لان اللي تتواجد بالشارع بدها ترجع لبيوتها. فاحنا بنحكي على المشردين، المشردين اللي باتون بالشارع. فهسه انت يمكن اطلع ب 12 بالليل راح تلقى بغداد فاضي شويه حالات، وراح تتضمن هذه الحلقه صح؟ يعني ما اخذت حالات مئات، اخذت عشرات، عشرات الحالات. عشرات الحالات. فهذه الاحصائيه غير دقيقه من وجهه نظرك. ابدا مو دقيقه ولا لها علاقه بالواقع. واتمنى انه اللي يسوي هاي الاحصائيات يكون شفاف ويطلعنا على هذه الاحصائيات وين لقاها. هذا اخذنا ايضا السؤال، يعني المنظمات الدوليه تجاه المشردين قايمه بواجبها، ما ادري دورها، ليش تضحك؟ مو هو يعني انا معروف علي انه انا دائما احكي على المنظمات الاجنبيه، بس صدقني مو عداء لهم، واقع هذا. لا بيدن. انا دا احكي على يعني انت جيت اعطيت احصائيه. طيب انت من اعطيت احصائيه المفروض تكون شفاف في نقل الواقع، والشيء الثاني تعطينا حلول. دا تنطي حلول هذه المنظمات؟ ما شفت الحلول. والشيء الثالث تكون عندك برامج، باعتبار انه انت منظمه دوليه فامكانياتك جباره. فإذا تحكين على 170 ألف هاي كارثة، المفروض عندك برامج وخطط تنمية وخطط تأهيل لهذه الأطفال. أكو خطط تأهيل؟ أنا ما شفت. لأن ليش؟ لأن هم كان المفروض إذا أكو خطط وبرامج أول واحد يلجأوا له ويتعاملوا له هشام الذهبي. مو باعتبار مو أمدح بنفسه، وأنت مختص، مو مختص بهذا المجال صار 18 سنة. آخر مداخلة جد حققت من حلمك؟ تقريبا وصلت 75%. انا وصلت، انا عندي حلمين اخر شيء احققهن واقول انه انا هشام الذهبي اليوم مسيرته ختمها. الاول انه اقر قانون حمايه الطفوله واللي هو صوت عليه المجلس الوزراء وتحول للبرلمان، والثاني اما ان اسس وزاره للطفل العراقي او مؤسسه للطفل العراقي تشبه مؤسسه السجناء والشهداء وترتبط بالامان العام مجلس الوزراء، وتكون هي المسؤول الوحيد عن كل الاطفال بالعراق، ملف الطفوله بالعراق.